اقدر اقول انك يعني انك مستقل. انا مستقل اليوم. مستقل ولا ليس لك اي تصنيف سياسي، لكن احنا بسالك سؤال ايضا، يعني في هذه الانتخابات فلوس، مبالغ، تحتاج الى لجان، تحتاج الى امور، من يدعم عمر الطبطبائي؟ أيوة. قبل لا ادخل للقناة اي طلعت اشاعه جديده غير الاشاعات اللي احنا راصدينها بان في اشخاص هم انا ما عندي اي علاقه معهم داعمين عمر الطبطبائي. عمر الطبطبائي مدعوم من من؟ مدعوم من اسرتي، مدعوم من والدتي، ولله الحمد احنا ما احنا محتاجين حق احد ولا راح نحتاج. عمر الطبطبائي لا يمكن يوم من الايام ان يضع طوق برقبته عشان فلان وعلان. اي واحد بيعطيك اي مبلغ هذا يبي منك شيء، ما حد راح يعطيك المبلغ لله في الله. لذلك عندي اصدقائي شغالين معي باللجان حبا بهالديره ويرون بافكار عمر، وهي ليست افكار عمر، هي فكره المجموعه اللي ينطلق منها عمر، يعملون معاه بدون اي مقابل، مو نفس كثير من المرشحين الثانيين. من يدعمني هما اسرتي، اسره الطبطبائي. نعم. من يدعمني هما يعني والدتي، والشيء بالشيء يذكر والدتي طبطبائيه بعد. نعم. عسى الله يحفظها يا رب ونوجه لها تحيه. ما قصرت يا اخوي. لذلك كل اللي قاعد يطلع على عمر هذه اشاعات. عمر مرشح الدائره الثانيه، والدائره الثانيه لها طابع خاص، اما المرشح ينزل بقوه وينزل بافكار قويه وينزل بحمله قويه، ولا ما راح يقدر. نعم اشوف ما شاء الله يعني حملتك ومورك يعني الحمد لله ماشيه. هناك لجان وهناك نعم. رجال وهناك اخوات قاعد يعملون باللجنه. نعم. باللجان كلها وخاصه الاعلاميه. يعني تحيه لكل العاملين في حملتك الانتخابيه ولاسرتك الكريمه ولوالدتك، وعسى الله يوفقكم ان شاء الله.